في العصور القديمة والوسطى قدر الإنسان إنه يبتكر طرق للعلاج، رغم إننا ممكن نشوفوها سخيفة بس كانت بتجيب نتيجة كويسة معه. أهلا بيكم في حلقة جديدة عن أفضل 10 طرق تاريخية للتغلب على الأوبئة. رقم 1، الروائح. بتقول بعض النظريات القديمة إن المرض ناتج عن الهواء والروائح الكريهة، وكانوا بيعتقدوا ان ازالة الروائح الكريهة دي احدى طرق ايقاف المرض. وفي سنة 1357 هددت مدينة لندن الناس بالغرامات لو سابوا فضلات الحيوانات في الشوارع. رقم 2، الاقنعة. غالبا بيظهر اطباء العصور الوسطى اللي بيتعاملوا مع ضحايا الطاعون وهم لابسين اقنعة منقار غريب، على الرغم من ان شكلها سخيف بالنسبة لينا الا انها كانت بتناسب المواد الخطيرة في العصور الوسطى. رقم 3، النار. سنة 1665 حاولت سلطات مدينة لندن تطرد الأمراض عن طريق تغيير الهواء المدينة بأكملها. كانت أفضل طريقة عشان يعملوا كده هي إنهم يشعلوا النيران هائلة اللي اعتقدوا إن حرارتها ودخانها بينظفوا الهواء. رقم 4، قتل القطط. خلال الوباء العظيم أعلنت سلطات مدينة لندن برضو إنه يجب إعدام القطط والكلاب. كانت القطط بتواجه صعوبة دايما في أوقات الأزمات، حتى في القرن 18 كان من المشهور في فرنسا إنهم يجمعوا القطط في شباك أو أقفاص ويرفعوها فوق النار ويتفرجوا عليها وهي بتتحرق لحد ما تموت، وبيعتقدوا إن رماد الحيوانات دي حماية قوية ضد السحر وسبب من أسباب الحظ. رقم 5، إراقة الدماء. من آلاف السنين كانت الهواية المفضلة عند الأطباء هم إنه يخلوا المريض ينزف جزء من دمه، كانوا بيعتقدوا إن ده هيساعده على الشفاء. رقم 6، الحجر الصحي. بداية من سنة 1448 لما كانت سفينة بترجع بعد رحلة طويلة كانت بتضطر للانتظار عند المرسى لمدة 40 يوم قبل ما يقدر طقم السفينة والبضائع إنهم يغادروا السفينة لمنع انتشار الأوبئة زي الطاعون. رقم 7، جلد النفس. في العصور الوسطى الجلادون كانوا أشخاص بيعتقدوا إن أفضل طريقة للتخلص من الخطيئة هي معاقبة أجسادهم الخاطئة، والطريقة دي كانت منتشرة في جميع أنحاء أوروبا. رقم 8، الزئبق وقرن وحيد القرن. تأثير الدواء الوهمي مذهل، لو قلت للناس إنك بتديهم دواء لعلاج حالتهم فغالبا هيقولوا إنهم بيحسوا بتحسن حتى لو الدواء ده مش بيحتوي على عنصر نشط، وفي الحقيقة كمان لو قلت لهم إن الدواء ده نادر أو مكلف فالتأثير هيبقى أقوى. رقم 9، العسل. في العصور القديمة كانوا بيستخدموا العسل في دهان أماكن الحروق وكانت منتشرة في أنحاء العالم كله. رقم 10، الدجاج الحي. كانوا بيستخدموا لحم الدجاج الحي في العلاج، كانوا بيوصفوه بعض الأطباء كعلاج لامتصاص السموم من الجسم. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشكراً.